كاين المشكل ديال لا سيركيلاسيون في مدينه اكادير، وكاين المشكل ديال الزبائن اللي ولاو كيشتكيو. كتشوفوا معنا في المحطه عندنا صفوف ديال الناس كيتسناو الطاكسي باش تهزهم. بالعكس المشكل الاول وهو ما كاينش التساهل مع سيارات الاجره في المرور ديالها، في حين كاينين دي رونبوا اللي كيتحلوا في وجهه الاقتصاد في النقل السياحي، وفي الطاكسيات ما كيتحلوش ليهم. والمشكل الاكبر هو الوقود، هو الغازوال. هاد الزيادات اللي تزادوا مؤخرا راه على ملي كيتزادوا راه كيتزادوا على السائق. باترون لا روسيت ديالو غاديه في غاديه وكتطلع، وما كاينش اللي كيتسوق شنو هو النيفو ديال السقف النهائي ديال لا روسيت. كل واحد كيلعب كيبغى. ايوا الشيفور راه كياكل الدق، مشى للطرق، ولكن ملي كنجي نهضر على الشيفور وكدير لقاء تواصل وما كيحضرش ليه، يعني الشيفور حتى هو قابل بداك الذل وقابل بداك الاهانات اللي كيوقعوا ليه. لو كان الحضور ديالهم كان في المستوى كيف بغينا كان يكونوا حلو الاكثر. ورغم ذلك دوك الناس يحضروا ما بين 250 حتى 300 شخص اللي حضرات، حنا ما كنحيدوش منها الخير انهم ساندونا وساعدوا معنا. وكنتمنى حلول لا من السلطات المحليه ولا خاصه في هذه المحطه هذه اللي كتشوف اننا جينا نهضروا. عندنا مشاكل جمه، مشاكل عديده اللي كدير لنا مشاكل في المحطه. الى درتي بعد واحد الجوله غادي تشوف المحطه ما فيهاش ولو 10% ديال المحطه النموذجيه اللي خصها تكون في اكادير، لا من ناحيه الامن لا من ناحيه الخبره. واش عرفتوا شنو مسمين هذه المحطه؟ هذه سميناها محطه بوغبار، لان ما كيمشي بنادم هنا حتى كيولي بحال خدام في الدقيق. علاش ما جاتش السلطه هنا؟ علاش؟ اشنو هو السبب؟ اشنو هو السبب ملي ما جات السلطه هنا؟ علاش؟ اشنو هو السبب؟ راه بنادم اللي هنا راه ما كانش في لابلاج، علاش لابلاج عطاوه؟ اي حاجه اللي سمتو راه مشات لابلاج. علاش حنا محقورين؟ وفي الغبره والعجاج والناس كيدوروا فينا كيقول لك فينا يا الطاكسي، كغادي ندير فينا غادي نجيبوا التاكسيات. علاش؟ اشنو خاص الولايه؟ اشنو خاص العمل؟ علاش ما تعطيش الرخصه؟ علاش ما تشوف الحل ديال هاد الناس هادي اللي واقفين هنا؟ خصو يخرج يشوف شحال ديال عباد الله هنا، كثر من لابلاج، كثر من اي بلاصه. بونجور، لان فهمتي كيفاش؟ ما كيمشيش لينا والو. دابا انت كتمشي دابا غير توصل الرومبان ديال مرجان هذا اللي هنا، كتلقى عامر كيسدو علينا البوليس تما، كتولي جاي بالدور حتى من عند من اكادير باي من الفير من رومبان تما وراجع. اش عايشت لك؟ والزحام ديماري وقف الزحام. اما بالنسبه للمحطه اش نقول لك؟ نقول لهم يصبروا معنا وصافي. اش نقول لهم؟ يصبروا معنا غير يعرفوا على القضيه. راه حنا ما جهدنا داك جهدنا اللي علينا راه درناه، يعني ما عندناش شي جهد اكثر نديروه. كيبقى فيهم الحال كيقول لك لا كتزيد علينا اللي كتوصل 50%، ولكن راه مفروض علينا. راه انت المازوت وصل ما بقى ليه والو 13 درهم، واش كيشيط لينا؟ راه ما كيشيط والو. وسيرتو النوفو بحال الفياط وهاد اوبيل وهذا سمعت باقي دار السياره كيشد شويه، اما حنا في الفياط ولا هاد اوبيل ولا سيتروين ما كيشد والو. هذا كضرب الكيلومتر ضربوا ب 26 ريال الكيلومتر، وانت كضرب 30 كيلومتر شحال غيشد لك؟ راه ما يشد لك والو. زيد عليها الزحام. ايه واش نقول لكم؟ الله يفك على خير وصافي.